مرحبا يا حسن. أنا قلت عمر السبع ما يوقع. إيه كده تكلمنا عليك برضك. ازيك يا هضبة؟ طول ما انت بخير احنا بخير وزنين. تفضل يا حاج. تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا. عليهم يا مين الجبل نور. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل بيتك ومطرحك. تفضل يا حاج. تفضل. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. تفضل يا حاج استريح. خير يا ولدي يا هضبة. يا مرحب يا مرحب. يا دي عبد الله اسحب بن الحج ولده. لا لا قهوة ما اقدرش ممنوع. يبقى جهز غدا يا دي. انت اسمع يا هضبة. نعم يا عم الحاج. من دلوك انتوا والجبل واللي فيه تبع خيري وانا هتابع من بعيد. اللي تؤمر بيه يا حاج. بس انت عارف يعني ان انا هكمل في البيت بعد ما ازور بيت ربنا. وماله؟ انا عندي كلمتي. خلاص يبقى اوري الحاج خير الجبل وتقعد معاه شوي لحد ما يعرف. بس يا حاج بعد كده براءه. براءه يا هضبي. بس مين اللي عملها يا حاج؟ مين اللي ضرب عليك نار؟ هيبان يا هضبي هيبان. أبوك يا حاج خيري أغلى عندي من روحي. 30 سنة وأنا أعرف ما شفتش منه إلا الخير. وري خيري عشان لازم نمشي. تفضل يا حاج خيري. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل يا حاج. تفضل يا حاج خيري. تفضل. ايه دي؟ ده ما فضلش غير الطيارات والدبابات. فيه بس جوا. انا مش بتاع مستشفيات يا بيه. بتتعب حالتي النفسيه. طب ما انت عارف انا فين اهو. بص يا بيه في الاول وفي الاخر احنا مخازنكم وإيدي مسكالكم كفتين الميزان من زمان. ولو عاوزها تجارة بس ما حدش هيكسب كدي. أيوة لا في يوم حتة راحت لإرهابي ولا حتة رجحت كفة عيلة على التانية ولا وقفنا في فتنة. وانتوا عارفين الحركة كلها هناخدوها من هنا نودوها هناك ولينا سنين على كده. مفيش حاجة هتهز الميزان أبداً. ولدي ماله ولد؟ لا مش ورث هو الأصلح. ولو أعرف أي حد أصلح منه كنت مسكته الميزان. جربوه. عارف واثق طبعا لو ما طلعش أحسن مني اللي عاوز تعمله اعمله. اتفقنا؟ كتر خيرك. في أمان الله. مش عاجبهم أنا؟ الموضوع ده ما ينفعش فيه غيرك. بس هم عايزين أمارة حنبينوها. إحنا دلوقتي هنروحوا على أخواتك وخلال أسبوع أو 10 أيام حتقول لمرتك وأخواتك إنك رايح مصر عشان في عملية هناك. هتكون حفظت الطريق من جبل للتاني لحد البحر الأحمر وغيرك يكمل. حاضر حاضر يا حاج. اطمن ما هنعملوش حاجة من ورا حد. كله بعلمهم ورضاهم. أيوه لو قعدت يوم تاني في المستشفى كانت الدنيا اتغيرت. الدقيقة هتفرق يا خيري. سلام عم الحاج. الحمد
السلامة. انتوا ايه اللي مقعدكم هنا؟ مستنيينك زي ما قلت. ليه؟ حماد بس اللي يقعد هنا. انتوا تروحوا تشوفوا الانتخابات، مفهوم؟ يا ابوي الدنيا هتطير. ايوه هتطير يا احمد. خد عيال اخوك ولف الدايرة. واي واحد ليه مصلحة اقدوها له. يلا يلا. مالك وشك اصفر ليه؟ من خوفي عليك. ولدك دي؟ ايوه محمد. سميتيه علي؟ غصب عنهم كلهم. هتتنفضي ليه؟ تعالى يا مهران نعملوا شاي لخالتك. اتغاظة هطك. ما انا رايقة. حلو محمد احسن من ابوه. كرهاه ما قاليش غير النهارده. مالك يا بنتي؟ مش عارفه مش مرتاحه، حاسه انهم كارهينك وفرحوا فيك. برضه وقفتي جنب عمك كيداهو. كنت اسمعهم طول الليل هيغلوا منك وكارهينك. طلعي نفسك من الحكايه دي. يكونوا هم اللي عيب يا بنتي، ان بعض الظن اسم، ما دام ما شفتيش بعينيك يبقى خلاص. سامحني. انت بنتي كيف ما سامحكيش؟ خدي اولادك ورجعوا معاهم بعد ما نزلهم. خلي بالك من روحك، ولو حاجه ضايقتك من غير حديد ولا كلام تيجي. ماشي بس انا كنت عاوز اشكي لك من حاجه. قولي يا بنتي. بيعمل المسخره دي فين؟ عندنا، ما احنا قاعدين في الفيلا بتاعته. طب بس اسكتي ما تكلميش مع حد، خليكي هنا وانت مروحة ما تعديش لعلى مندها ولا كاملة، مفهوم؟ حاضر. مرحبا يا حاج سايد. مرحبا. عامل ايه اخو المرحومة؟ اخو المرحومة مين؟ الحاج محمد، مش دخل المستشفى وطلع؟ مستشفى ايه ودخلها ليه؟ انت مش من بلدي يا حاج، مش ضربوه بالنار من كام يوم ودخل المستشفى؟ ميت الكلام. اروح اقول لتوحيد تيجي معايا. توحيد مين؟ توحيد الراجل مخه فوت،